السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصتنا اليوم بائع الصحف والمجلات. صديقي في إحدى المرات تحدث إلي وقال إن هو كان معجب أشد الإعجاب بشخصية بائع الصحف والمجلات. سألته: لماذا أنت معجب بهذه الشخصية؟ فأنا شايف إن دي وظيفة بسيطة والتعليم بتاعها ممكن مفيش تعليم. قال لي لأ، قال لي من زمان والدي ووالدتي وأنا وخليت ولادي يكون لهم علاقة قوية بالراجل الطيب ده بائع الصحف والمجلات، لان بائع الصحف والمجلات ده اقعد تفتكر ان هو ما عندوش ثقافه او علم. هو صحيح ما اتعلمش في الجامعات وما كملش تعليمه في المدارس، بس اتعلم من الكتب اللي موجوده في المتجر اللي هو جالس فيه. هو طول اليوم جالس وسط الكتب، تلاقي كتب في جميع المجلات، في الادب، في الشعر، في النثر، في الدين، في السياسة، في جميع يعني ما يخطر لك على بال، وتلاقيه عارف كل صغيرة وكبيرة. ولما تروح تسأله عن كتاب أو عن شيء يقولك أنا أنصحك تاخد الكتاب ده، أنا قريت الكتاب ده، ما أنصحكش تقرأ الكتاب ده. ده كان ناقد كمان، مش مجرد بس قارئ، لا ما شاء الله عنده ملكة النقد، يعرف الجيد من الرديء. غير كده كان يقعد يحكي لي ويقول لي أنا شفت الأدباء الكبار كتاب القصص والروايات كانوا يعدوا على المتجر عندي، و كنت أسألهم وأتكلم معاهم وأخد معلومات، بيثقف نفسه. أوعى تستقله وتحتقره وتعتبره إن هو إنسان بلا قيمة وإن هو مكملش تعليمه. دي حاجة من الحاجات اللي لفتت نظري في شخصيته. صديقي بيقول لي الثقافة. صديقي قال لي برضو كان عنده التدين الجميل. في وقت الصلاة تلاقي محله مقفول، يذهب للمسجد يصلي ويكتب على المتجر لما يروح يصلي المتجر مغلق للصلاة، بحيث الناس تعرف أهمية الصلاة وتنتظره بعد الصلاة. فعلا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال إن أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. يبقى الرجل ده تعلمنا منه الثقافة، الحفاظ على الصلاة، أيضا الرياضة. هتستغرب طول هو بيلعب، هو بيقفل المحل ويفضل يلعب سويدي أو يعمل حركات كاراتيه وكونغ فو، لا لا لا، بجوار المحل انت هتعرف الراجل ده بيلعب رياضة ايه. ايه مثلا؟ حاطط حديد، بيلعب حديد مثلا، ولا حاطط كرة سلة، ولا في ملعب كرة قدم جنبه؟ بقول له انا صديقي يعني وبسخر كده. قال لي لا 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 تسخر، تستهزئ من هذا الرجل. هذا الرجل كان بجوار المحل فيه دراجة بسكليتة. بسكليتة دي مش بتاعت مثلا الجيران ولا بتاعت واحد في الشارع، لا لا لا، دي بتاعته هو، بيجي من بيته بالدراجة. بيته في منطقة بعيدة، كل يوم رايح بالدراجة بالبسكليتة وجاي بالدراجة. شوف كمية حرق الدهون والحركة. هتسألني هو سنه كبير؟ كان سنه كبير. يبقى صديقي قال لي
لا تسخر من الناس، ما تستقلش بالناس. وبائع الجرايد عنده ثقافة في جميع العلوم والفنون، بيحافظ على الصلاة، بيحب الرياضة. هكذا انتهت قصة بائع الجرائد، هذا الرجل البسيط لكن الكبير من حيث تمسكه بالأخلاق، تمسكه بالثقافة، الرياضة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.